كما نشاهد هذه الصور، فكانت مدينة درنا المنكوبة شهدت تظاهرات طلب خلالها محتجون بحل البرلمان وتوحيد ليبيا وإعادة إعمار المدينة التي لحقتها أضرار هائلة بسبب الفيضانات. دعا المتظاهرون إلى عقد مؤتمر دولي حول إعمار المدينة تحت رقابة الأمم المتحدة، كما طالبوا بإسراع عملية تعويضهم وتوكيل شركات أجنبية لمشاريع إعادة الإعمار.